يا ترى بتعرفي انه منقدر نتخلص من شخص بدون ما نقتله يا سلطانة؟ شايفة هاي السيارة اللي برا؟ إذا هلأ ركبتي بهالسيارة وراحت ما رح توقف غير بمكان واحد، وبعدين رح ترجع لهون، بس انتي ما رح تكوني جواتها. أنا قلتلك اقفلي باب غرفتك لما تنام، بس انتي ما سمعتي مني يا سلطانة. طيب بتعرفي شو الفرصة الأخيرة بالنسبة إليك؟ للأسف ما ضل عندك ولا أي فرصة. إذا رجالي أخذوكي مرة تانية فما عاد ترجعي أبدا. لهذا السبب بتسكري تمك وباب غرفتك منيح، ولا تنسي أبدا إنه يلي عم تتحديها وتواجهيها هي عزيزة أصلا. أنا رح أقفل بابي مثل ما أمرتي يا عزيزي أصلاً، ورح أقفل تمي مثل ما بدك، وما رح أساوي أي شيء. بس يلي صار أنا ما رح أنساه لآخر يوم بحياتي. يمكن تطلع جنازة حدا من هالبيت، بس رح تكون جنازتك، لأنه قال شاد أوغلو رح يقتلوكي. انت رح تخلصي علينا وتحرقينا.